دائما هنا متواجدين بهذا الصرح العليل بمدينة وهران الباهية وفي المركز الذي تجري فيه الكرة الحديدية والكرة يعني لا لونغ وكذلك الرف. أن بعدما جرينا حوارات مع الفريق المغربي والفريق الليبي والمدرب الفريق الوطني ذكور الآن معنا الأخ سعد قادر المدرب الفريق الوطني للكرة الحديدية إناث. سعد قادر السلام عليكم. واشرك شيخ لاباس؟ لاباس نعم والله نعم. الحمد لله شيخ عطينا لمحة ولو جزء على حياتك الرياضية فمن تحدثوا عن الألعاب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم نفسي رزوق عبد القادر المدرب الوطني فئة السيدات الكرة الحديدية اللعب القصير. المشوار تاعي ليس بالطويل وليس بالقصير ولكن الحمد لله حافل بما يكفي لي باش نبريزونتي روحي قدام المشاركات الأولى تاعي كانت في 2009 شاركت كمدرب وطني لفئة الأكابر يعني ذكور أو لا لا ذكور 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 شامبيون دافريك اون تونيزي وين الله سبحانه وتعالى قدرنا باش جبنا الميدالية البرونزية وتأهلنا إلى كأس العالم تركيا ولكن لم يكن الحظ باش رحت أنايا لكأس العالم. بعد في 2013 كان بروغرامي باش نلعبوا كاس العالم في فرنسا وقع ان بروبليم تاع مش عارف اداري ولا ما رحناش حتى 2015 وين شاركنا في كاس العالم شاركنا في كاس العالم في تايلاندا اناث ديت الاناث والذكور بالنسبه ل هذا في اي سنه استاذ 2015 وين كانت اننا تحصلنا على المرتبه التاسعه من بين 32 دوله مرتبه مشرفه وفي نفس الاسبوع شاركنا في شامبيونات دي مون تانيك تاع الاناث وين جبنا المرتبه الثالثه كوب دي ناسيون من بين 28 دوله من بين القارات 28 دوله جبنا المرتبه الثالثه واليوم هذه في اي بلد في لا تايلاند لا تايلاند في كاس العالم كذكور اناث مع بعضهم اي ومن بعد ما عاودناش ما كناش في الفريق الوطني حتى اليوم السنه وين وناراتي دو شامبيون دي موند اسبانيا في 2021 نوفمبر مشكل تاع فيزا وبعد في الشهرين الاخيرين بعد رمضان ثانيك رتينا شامبيون دي موند دوبلت ثانيك مشكل تاع الفيزا واليوم رانا في بلدنا الحمد لله اننا في بلدنا المشاركه تاعنا كانت يعني استاذي الكريم كنا ننتظر في هذا يعني اللقاء منذ سنوات طويله تفضل اليوم ربي وفقنا اننا شاركنا في الالعاب البحر الابيض المتوسط وين قدمنا اننا نديروا مرتبه مشرفه ولكن غير كافيه لاني كنت نعرف باللي البنات تاعي يديروا اكثر من ذلك خسرنا تروازيام بلاس وناراتي الميداليه البرونزيه وجبنا المرتبه الرابعه والحمد لله على كل حال مرتبه مشرفه ونتمنى ان شاء الله الاستاذ الكريم يعني المزيد من الازدهار في هذه الرياضه والتطور والمثابره ان شاء الله يا ربي. كلمه اخيره نتمنى من الوزاره الوصيه انهم يلهوا للفئه النسويه الاحتكاك بالخارج ما كانش يعني نجم نقولوا منعدم منعدم الاحتكاك منعدم وهو اللي يجلب الكؤوس لهذا الاحتكاك يعني تكون يعني عند احتكاك بالدول يعني الاجنبيه تكون الاحتكاك ويكون يعني التثابر يعني التثابر فوالا وزيد على ذلك نتمنى من لي بريزيدون ليغ اعضاء الرابطات انهم يكريوا لي زيكول تاع البنات والكره باسكو الامور راهي نقصت وتدهورت وما كاش متابعات وما كاش حنا كي تبعث لي انا ولد في تبعته الفريق الوطني هو ناقص وانا واش ندير له انا ما نقدرش ندير له ايكول ما نقدرش ندير له لابرونتيساج يعني نجم نجيبوه مهيئ جي مهيئ وانا نزيد له وانت تزيد له اضافات نزيد له اضافات ونريونتيه ونوري له ويوصل بعيد باذن الله.
سي عبد القادر بشبتك يعني عضو دائم عضو فعال، شو تقول على الالعاب هذه يعني على يعني على الوجود وجودكم هنا بوهران؟ بون بالنسبه للوجود تاعنا في وهران هنا من تحية من ناحيه التنظيميه كان مليح من كل النواحي، حتى الضيوف الاجانب تبهروا في على التنظيم وعلى لي زانفاستركتور تاعنا وعلى حسن الاستقبال واش راه موفر لهم من اقامه وماكل وترونسبور وباي الحصول من دا قالك في الدول الاوروبيه وما لقيناش كيما راه عندكم في الجزائر، وهذا ما سمي بالجزائر الجديده ان شاء الله. الجزائر الجديده ان شاء الله كما اتمنى لاستاذي الكريم الا وهو سي عبد القادر المدرب الفريق الوطني للاناث المزيد من التطور والرقي. دمتم في رعايه الله وحفظه. ها هي قناه بن عبد القادر، عبد القادر حدثتكم من عين المكان بمدينه وهران الباهيه وهذه القريه الصغيره الاولمبيه. دمتم في رعايه الله وحفظه. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم.